العين الزرقاء بمدينة تطوان على بعد كيلومترات قليلة، مسبح رائع في الهواء الطلق وجبال تحاصر المكان، حركة سياحية متميزة في هذه المنطقة الجبلية قرب تطوان. سباحون مهرة في هذه العين التي تنبع هناك الأمام بين الجبال، القنطرة التي تقودنا إلى الدوار هناك الأعلى، المسبح الثاني في الهواء الطلق. المنطقة فعلا رائعة وجميلة وفيها كل شروط الراحة والاسترخاء، الكل هنا يسبح في مسابح جميلة في الهواء الطلق، حيث المنطقة فعلا تزخر بالمشاهد الجميلة. قد تقام هنا جولات للمشي بين أحضان الطبيعة أو الجلوس في كراسي جنب الوادي هنا، العين الزرقاء، مشاهد جميلة، مسبحين في الهواء الطلق وشلالات جميلة جدا. هذا المكان الجميل مفاجأة، العين الزرقاء في مدينة تطوان، غير معروف كثيرا، ونحن ننتقل في هذه الأجواء الرائعة حيث المياه متوفرة من منبع العين إلى المسابح ثم إلى الوادي الذي يتشكل هنا، والجلسات الرائعة التي قد تقام جنب الوادي، يا سلام، تحت ظل الأشجار. كل المشاهد الجميلة اجتمعت في منتزه العين الزرقاء بإقليم تطوان، دوار العدوى، المنازل في سفح الجبل، والمساحات الخضراء في الأسفل، منطقة رائعة جدا للسياحة الجبلية في شمال المملكة. هنا اجتمعت كل مشاهد الجمال، العين والوادي والمساحات الخضراء، وأيضا جبال الريف مكسوة بالغابة، الهواء نقي صافي، والمنطقة للاستجمام والراحة. بعد الاستمتاع بالسباحة في العين الزرقاء يمكن القيام برياضة المشي في مسارات مخصصة لذلك، وإطلالة بانورامية رائعة على المنطقة الخضراء. دوار العدوى هنا بين أحضان الطبيعة وعلى سفح الجبل، نحن في العين الزرقاء إقليم تطوان، وهذا هو أقرب دوار إلى هذه المنطقة السياحية الرائعة. مساحات شاسعة هنا من النعناع وأيضا الذرة والعنب، يا سلام على المنطقة، منطقة رائعة بين المساحات الخضراء
قرب دوار العدوى، وتظهر جبال شامخة باللون الأبيض. هنا قد تقام جولات للمشي في جبال الريف، المنتزه الوطني لطلسمطان. جولة ممتعة تقودنا في هذه الأجواء الخضراء بامتياز، ونحن نستمتع برائحة النعناع. هنا الجبال الشامخة، هنا الغابة، هنا المساحات الخضراء والضواوير على سفح الجبل. هنا اجتمعت كل مشاهد الجمال، ماعز، مساحات خضراء. ومياه متدفقة كثيرة في سواقي. قد تقام هنا جولات سياحية نحو القمم المعروفة في جبال الريف، وأيضا جولات على الأرجل بين هذه المساحات الخضراء. كل الخيرات متوفرة هنا ولله الحمد، فواكه، خضروات، دوار العدوى، ومنتزه العين الزرقاء. يا سلام، فعلا منطقة لتغيير أجواء المدينة والاستمتاع بالهواء النقي الصافي وسط مساحات خضراء. مقاهي كثيرة في المنطقة تطل على هذه المساحات الخضراء في أجواء رائعة معتدلة ورياح خفيفة ومياه تجري في سواقي كثيرة.